أعلن من المقدمين وصل وثقوا تماما من يختاركم أنتم تستاهلون. استاهل الطيب. اكتمل النصاب معنا 8 أشخاص اليوم في صالة التميز. نذكر السادة المشاهدين أن الحين الأسماء نزلت بتويتر، رشح وصوت لمن ودك يكون معنا في صالة التميز أو يكون معنا 7 أيام قادمة إذا كان في البرايم غدا من خلال الحصول على شيك الإنقاذ. اليوم أقدامي معنا، إذا ودكم طبعا تستخدمون من خدمات التدريج قولوا لهم. الظهر علي الجعيدي الظهر استحوذ على الكرسي. كيف تدريج؟ احنا جالسين. والله سألوهم. ما كيف على الكرسي؟ على الكرسي. أعجل يا علي. طيب نزلت الأسماء الحين. يوهاب منولي، منولي مسج أسامة القاضي يتحمد لك بالسلامة، وعودا حميدا في أرجاء قناة الواقع الفضائية وفي هذا المنتجع. أسلم يا زايد. الجوالات موضوعة زي أسبوعين الفايتة ولا زي قبل؟ أبي أقول لك الحين تفضل. الجوالات أنتظرها تجيني. أيضا اليوم ضيافتنا ترى من كارمل، إذا تبون تضيفون تاخذون راحتكم كارمل سويت. أيضا قدموا لنا، قدموا هدايا لبعض الشباب وبعلنها نهاية هالحلقة إن شاء الله. بيض الله وجيهم. وفي كل صالة التميز يكون معنا أيضا اليوم حيكون عشانا حاضرا في فقرة صالة التميز اليوم. إذا الجوالات موجودة عشان بس نقول الآلية. طيب بس خلي الشباب يتضيفون ياخذون راحتهم مع مساج أقدامي. خذوا راحتكم يا شباب، تقدرون تتضيفون. أيضا القهوة والشاي تكفون. لا لا انا حاجة. توصلنا بس لا 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 رجع اكبر اكبر منك احترام. خلاص شباب تهاوشوا على اقدامي والمساجد تعبانين. يلا هلا انا باجي بتضيف معكم بس على بال ما توصل الجوالات ونبدا اليه المسابقه. لا ما اريد هذا. هذا وصلت الجوالات. منولي منولي تقدر تجيبها لي اذا تسمح يا ابوي. كارمل سويت شغلهم مره. كارمل سويت اليوم معانا وان شاء الله حيكونون معانا. تسلم يا عبد الله الكيرعاني، منور يا حبيبي. نورك يا عبد الله. اريد تروح منك. هذا عيب العوايش. اليوم ضيافتنا وايضا سبيك انجلش عشان حيكون هنا. عرب عادي. جاي مخصوم عليك. كارمل سويت. طيب شباب ياخذون راحتهم في الضيافه بس تعطونا دقيقتين 3 دقائق ونبدا المسابقه ان شاء الله. جينا القهوه. بعد من بعد اتكاتات بس تطلع بطل القهوه يا شباب. وصلت عشان شيء شباب شيل ايش بقى حطنا ترتاح السفير. وصلت الجوالات. الرجال يختلفون ذا اللي بسوادك علي. شباب يعطيكم العافية. آلية الجوالات اللي حنعطيكم فيها 5 دقائق نفس الحلقتين الماضية. شباب تسمعوني ولا رايحين في العيشة ومع كارمل ومع الجعيدي؟ تبي الجوال؟ تبي 500؟ أبي 500. طيب شباب تبون 500 ولا في أحد بياخذ الجوال؟ جوال. أبو داحم أنا تلبية الجمهور، تلبية من اللي جاني يقولون أخذ 500. فيصل العرجاني يبي 500. انا عبد الرحمن ما قد خذيت الجوال. من يوم جاء قرار هذا وانا محترم الجمهور. وتبي 500 ولا الحين تبي؟ انا ابي الحين السماح لاني استخدمه ب 500. برصيدك تستخدمه برصيدك. باقي الاليه نفسها. اي نفس الاليه. كلكم تبون الجوال؟ بحله واملها. يا حظك. ابي زيك. علي. يا سلام محمد العبيد. تبغى السمسم ولا كيف؟ الجمهور يتعب نقدرهم. يلا عشان كذا انا ماني مستخدم الجوال. مصرط طبعا خلاص غير الوضع. الحلقتين الماضيه يستخدم الجوال، الحين تبي ال 500. اي ال 500 زين. طيب اللي يبي الجوال يا شباب والله ما تخليه بخاطرك. يلا تعال. عندك مساج؟ يلا بعطيك دقيقه بس. يلا 1 مينت بعدين خليه يجي. ما عرفتوني وانا اقول 1 مينت. ها جوالك 5 دقائق. 5 دقائق على كل دقيقة. على كل كم؟ دقيقة. اي 100 سهم. حلا تجيب الجوال؟ تعال. ما شاء الله دائما اخذ الجوال.
اللهم لا حسد. قلت ما شاء الله، قلت ما شاء الله قبله. علي الكرعاني ما قال، ما قال. شوف اللهم لا زايد. كل صراحة. لا والله تمام، احترام الجمهور للمرة الثالثة على التالي. يا فيصل ما تبي الجوال، عثمان يبي الجوال بس انه جالس يرتب الامور. اثنين اللي حيستخدمون الجوال اليوم. طيب اليوم ايش رايكم في الفقره؟ حسيتوا في تغيير ولا نفسها؟ في تغييره، مدلكين وجوالات، كل مره تطور للاكثر وتبهرنا اكثر. لا حبيبي احلى ما فيها كارمل السويد. كارمل السويد ما قصروا، ايضا اقدامي، وايضا الشيف عبد الجبار زعيزع اللي معانا في فقره مقادير، ومعانا في الإعاشة ما شاء الله. اليوم محضر لكم عشاء خاص، وهذا كله لعيون يقول لمحمد العبيان. هذا اسمه مسخن. الله يطول عمرك. مسخن ولا مسخن؟ مسخن جعله ما يشوف شر. بالصاد ولا بالسين؟ مسخن. مسخن؟ اي جعله ما يشوف شر ان شاء الله. طيب ما هو مسخن يعني؟ مسخن. ما هو مرتفع حرارته؟ مو حلو علي؟ ما عجبتك؟ ولا تبي تضحك؟ والله ما سمعتها. اي رايح بالعيشة. طيب خذ جوالك. خذ الجوال. اللي فيه مسخن ذا. شوف لا تقول لي شاحن ما شاحن، إذا أخذته خلاص تروح عليك 500. ما أخذ جوال إلا غير إنه أروح حلم. إيه. من؟ تأخذ جوالك ولا؟ تأخذ خلاص خذ. طلع الجوال. طيب. شغل جوال. شغل جوال. حنبدأ خمس دقايق. تبوا تصورون الشباب من بعيد صورهم، بس لا تروح تصور تسنب معه. لا خلنا نسنب. ممنوع. من عم بس من بعيد خلاص. خلاص انتظر بس أسامة حبيبنا. خلاص عليه مشوار. يلا اشتغلت جوالاتكم؟ خلاص انا اشتغل. هيو ابدا الوقت. ابدا الوقت. من معي خمس دقائق يا شباب، بس انا احيانا بس حد غيرنا. خلاص شباب عبد الله وعثمان انتوا الاثنين فقط اللي بتستخدمون الجوالات. في حال انتهى الوقت وقلت لكم تجيبوها لا تقولون لي ننتظر يطفى. يلا يلا يبدأ الوقت الحين. ها؟ على الشاشة خمس دقائق وتضاف واحد. ها؟ بدأ الوقت الحين على الشاشة. الإعداد حبايبنا وحبيبنا أسامة تضيف لكل متسابق ما أخذ الجوال 500 سهم من خلال فقرة صالة التميز. تمام أبا أجيكم أضيف معكم. خمس دقائق بخلي الشباب ياخذون راحتهم بالجوال، وايضا الشباب يضيفون، بعدها نبدا فقرات واليه الفقره. سم اسمع يا شباب. كفو والله. حرك اسمع الثانيه اذني. والله يا هو تدريك تعال تعال علي. اي ذلي من سوادك يا علي. شرع. جود فيري جود. يا مرحبا. ما انتم ما تكلموني صح؟ ايوه ايوه عشان الخصم. هناك طبعا في خصم حيكون على اذا حد وجه مباشر. زايد زايد اللي هناك. تعال هنا تعال. ضد ظهره. تعال هنا ضد ظهر. ابشر. احنا في صاله التميز المفترض ما نستخدم اسم خصم. لا لا بس هنا عددات عنده والله. طيب في عددات كل ما صور دق عليه واحد. طيب تفضل تعال تضيف هنا وخلي الجوال. طبعا انا وحنان الوحيدين اللي معنا جوالاتنا، وهذا تقديرا منا واحتراما لجمهورنا اللي على السناب وجمهورنا اللي ينتظر منا اليوميات، فتحياتنا لكم جميعا. اباخذ الضيف مع الشباب. وعلي كيف تفاعلك في هالاسبوع؟ والله حليو، لابد فيه سلبيات. حليو امس مسخن نفضتني حمه. كم مره دخلت صاله التميز؟ من يوم جبت صاله التميز وانا فيها بشرك متميز من يوم جيت. ما يعني ما قد جاء اسبوع وما دخلت؟ ما قد جاء اسبوع وما دخلت. ست اسابيع يعني؟ ست اسابيع وانا في صاله التميز ولا قد جاني شيء ولا قد جتني هديه. بس انه معانا انت. بس الحمد لله اني معكم يعني دعوايش. طيب الحمد لله مقابل وجهك. طيب بسالك سؤال صريح. لبي. يا حبيبي لبي. خلاص ما خلاص اذا مدحت وتبيني اسالك سؤال. هل تشوف ان في احق منك من يدخل صاله التميز؟ انت داخليا يعني كل الشباب فيهم الخير وبركه. والله اني صادق كل ابوهم فيهم الخير وبركه. ما تبي ياخذ منك ودي كلهم معنا. علي الجعيدي اجابات دبلوماسيه.
جاك تحايا. جاك تحايا. احرجتك صح؟ اه ابوي هلا والله. لست بي استاذ، انا حالي من حالكم عبد الرحمن. ما احب احد يقول لي استاذ. لبق الله عبد الرحمن. لا ولا الشيء اللي قاعد تقدمه يا حبيب قلبي. انت قلت لي هناك هذا الشيء كله عشان ايش؟ لا مو كله. العشاء اليوم ابو علي يقول لك هذا عشان محمد العبيان. عشان محمد العبيان. اي. تسلم. الله يسعدك. ترى عادي يعني صح فزنا عليكم بس لا تزعل. بالمناسبه اليوم ايضا نادي وادي الدواسر تعادل مع نادي الطرف من الاحساء 1-1 وباقي مباراه الاياب الاسبوع الجاي. نفوز عليكم ان شاء الله. ايش رايك في الشله اللي شفتها انا؟ انا قد انتظرك في المساء قد اني مدحت وانت شكلك يعني تجي متاخر، انت عندك التسجيل متاخر. لا انا اتكلم عن نفسي، انا صرت منشد للاول مره. لا لا صوتك معليش مع احترامي لك كان جدا مميز. على فكره ابو داحم الوعد فتره ممنوع ممنوع. لا لا اكل اكل اصور لك. كارمل سويت انت عادي صح؟ اي كارمل سويت اليوم قدم لنا هالضيافه. جزاهم الله خير يا كارمل سويت، صراحه ابدعتوا كارمل سويت اداء صراحه. انا قلتها أداءك وأداء محمد العبيان تميزتوا وكل الليالي صراحة يعني كل ليلة جالسة تقول أنا أفضل من اللي قبله. يعطيك صريح الأستاذ عبد الرحمن للشباب وأنا من ضمنهم طبعا. أنا نشقى ونتعب لأجلكم لأنكم تستحقون. أحسن نفسي عادي خلاص. حتى سلام. حتى سلام. هلا وسهلا موظفين قدامي. ها؟ بنطمانيا؟ تعال تعال عليهم. نعم بنطمانيا ونعم. هذا بنطمانيا ونعم. خليك لي. ونعم هناك بنطمانيا. هذا بنطمانيا. الاستجمام ذاك. تجيب قده. زين؟ طيب. الله يعزكم ويكرمكم. ابيك هذه. الله يعطيك العافية. بنطمانيا. علي تعال حبيبي. على سيقاني. على سيقاني. ايش رايك بالعيشة والضيافة؟ والله ما شاء الله تبارك الرحمن. هو 6 أسابيع اللي مرة نحن على صوت التميز. أفضل ليلة اليوم. مو بأفضل والله، إن كل ليلة أفضل، كل ليلة أفضل بالتدريج. طيب 30 ثانية شباب اللي عندهم الجوالات، آخر 30 ثانية وبعدها بنبدأ وياكم جمع النقاط وحصل أسهم. يلا الأوقات الحلوة دائما تمشي سريعة. لا تعطيه لا تعطيه، خليه يقوم اللي هو فيه. 10 ثواني. 5 اكمل قول خلاص تعالوا لكم. 3 اول حلقه من فقرات صارت التميز تلتزمون بتسليم الجوال. خلاص انا بلزم بها. يلا كيف تطفيه؟ شوف كم دقيقه. خلاص حط الجوال. يا عمري والله ما ودي انا اللي قفلت. يلا طيب يلا شباب. كارمل سويت الله يعطيهم العافيه اللي اليوم